انا مش هقدر اطلع في اي برامج تلفزيونيه ولا حتى هقدر اعمل مداخلات يا فندم. انا محامي وشايف ان انا عملت اللي عليا ومفيش داعي ان انا اطلع في اي برامج يعني. اشكرك طبعا، اشكرك، مع السلامه. بتروح ليه؟ لا لا، ليه؟ من خاف سلم، مش شايف ان انا ابقى خايف لاتغر او احس بنفسي. ايه ده، انت طالبه حاجه؟ مش انا اللي طالبه، ده وليد. طالب ايه وليد؟ برجر، قال نفسي اكل كده. ومن امتى بيطلب جانك فود؟ معرفش، هو قال نفسه في كده. وليه ما بتقوليش ان هو بيطلب كده؟ هو قالت لي انك كسبت القضيه. لسه المشوار طويل. طيب حاول توصل لبابا ادم وتعرفه انك عملت كده عشان كده هتبسط. وانت بقى بتعمل كده عشان تتبسط؟ بعمل ايه؟ يعني انا كنت صادق قوي معاك في كلامي لما قلت لك اخترت تعمل ايه؟ وانا اخترت؟ وانا سبتك براحتك وما كلمتكش؟ وكنت قد كلامي؟ وحضرتك عودتني على كده، اني لما اوعد اكون قد كلامي. كويس، بس انت دلوقتي مش قد كلامك. ما حصلش. حصل. امتى؟ دلوقتي. احنا لما جينا البلاي ستيشن ده اتفقنا ان انت تلعب يا دوبك هما ساعتين كل ويك اند. ما انا فاضي وما عنديش مدرسه. ما تقطعش كلامي. قلت لك ما بتلعبش العاب فيها عنف. كوره بس، فانت عارف ليه؟ ايوه، عشان الضرب والعنف بيأثر على البيهيفير بتاعي وبيخليني عنيف غصب عني. والله كويس انك عارف. وكويس ان حضرتك شايف. هو انا عارف اتحرك من على السرير اصلا لوحدي عشان اضرب حد؟ انا مش عارف اعمل حاجه اصلا. وبعدين هما فين صحابي دول؟ انت اللي مش عايز تقابل حد. انا كنتش متخيل ان يحصل بينا حوار زي ده. تقعد تطلع مبررات لحاجات غلط انت بتعملها. حضرتك بس اللي شايفها غلط. حتى لو انا بس اللي شايفها غلط، مع ان انا وانت عملنا ريسيرش كتير قوي وعرفتك انها صح، بس ارمي كل ده. احنا في بيتنا هنا لنا تقييمنا للصح وللغلط. انت خالفت وعودك وكلامك. مش مهم، عادي. والجانك فود عادي؟ نفسي فيه. وانا مش حارمك من حاجه. بتاكل منه مره ولا اتنين كل شهر، مش اربع مرات في اسبوع. انت ايه؟ انت عايز تدمر نفسك. ما حضرتك قلت لي اختار. انت فهمت اختيارك غلط. احنا ما اتفقناش على كده. مش عايز تلعب كوره خلاص براحتك، لكن انا مش هسمح لك تدمر حياتك. انت فاهم؟ دي مش اخر الدنيا. لا اخر الدنيا. الكلام سهل يا بابا، سهل. ايه ده اللي سهل؟ كلامك. جرب تقعد على السرير اسبوع بس، مش هقول لك شهر. انت ليه مصر تخلي اللي حصل لك ده شماعه تعلق عليها كسرك لوعودك وكلامك؟ انا حر وليد، أنا مسؤول عن تكوين شخصيتك على قد ما أقدر. ومش معنى كده إن كل اللي هتعمله هيكون صح. في حاجات هتعملها غلط. وليد أنت حر ولازم يكون ليك إرادة. وليد أنت مسؤول عن نفسك. وليد، وليد، مش ده كلامك؟ أنا آسف. ما تتأسفش. الكلام سهل. أنا اتفقت معاك. وأنت ما نفذتش وعدك. حتى لو انت ما احترمتش كلامك ووعودك، انا بحترمها.